اعتقد ان ربنا عمل احكام كتيره للطهاره، عشان كل الطهاره مرتبطه برقي النفس. يعني انا في رايي الطهاره نظافه وما فيهاش احكام كتير او حاجه، هي حاجه بسيطه جدا. انا حاسه ان هو ربنا بيحبنا احنا، يعني الطهاره دي لينا احنا والصلاه دي لينا احنا، فهو ربنا عايزنا نستعد على اكمل وجه ونكون على احسن حال لما بنكون بنقابله. الواحد لما بيتوضى مش بس بيطهر جسده من الدنس اللي فيه، هو كمان بيطهر روحه من الحاجات اللي فيها او الحاجات اللي بتعلق فيها طول اليوم، عشان كده احنا بنتوضى 5 مرات بالمناسبه. يعني عظمه الدين الاسلامي وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يهيئنا ويحضرنا للدخول عليه سبحانه وتعالى. بني ادم لما بيجي يقابل حد مهم بيكون مستعد ان هو يقابله، بيلبس احسن حاجه وبيعمل اشيك حاجه وبيحب ان هو يكون كويس، فاكيد اما هيقابل ربنا لازم يكون مستعد جدا للمقابله دي. متهيئك نفسيا، انت داخله على العظيم على الملك. زي انا ابقى واقفه قدام ملك الملوك وما ببقاش الطهاره عندي طهاره مظبوطه قوي. انا دي بحسها نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا الحمد لله دينا دينا نظافه، الواحد بيحس بتميز في دينه، ان النظافه حاجه كويسه جدا، ولما الدين بيؤمر بيها بيحس بتميز جدا في دينه، خصوصا الموضوع ده مش موجود في اديان كتير. يمكن اول حد ممكن يخش في الاسلام اول حاجه بيعملها ان هو بيتوضى، وبعد كده بيلفظ الشهادتين، وبعد كده بيبدا ان هو يعني يعتبر خلاص دي بدايه دخوله في الاسلام. فبدايه دخوله في الاسلام هي بدايه الوضوء، فبدايه الطهاره. لما بتيجي هديه كويسه جدا من جواها وكده، بس هي مش مغلفه كويس من بره، ما بتحسيش ابدا بقيمتها. الانسان المسلم عامل زي كده، لو انا كويسه جدا من جوايا وقلبي طاهر لله وكده، ولكن انا من برايا مش نظيفه او شكلي يعني ما يشرفش الاسلام، اكيد ده شيء مش كويس.